طيب، هذا الملف رقم واحد اللي هو العناصر الشائعة لتغذية النبات. تمام، راح أشوف الملف رقم اثنين أنواع الأسمدة الكيميائية. رقم ثلاثة الأسمدة العضوية الشائعة، وهذا تم إضافته مؤخرا. استخدام الأسمدة حسب مراحل نمو النبات. أيضا أنواع البذور المتداولة، يعني بعضكم ربما لا يعرف ما هو الهجين وما هو الهجين المكشوف أو المحمي، ما هي البذور متوارثة الأجيال. كل هذا يعني موثق هنا. أيضا وظائف العناصر، ماذا يعمل النيتروجين، ماذا يعمل الفسفور، ماذا يعمل البوتاسيوم. أيضا كيف نضيف الأسمدة للنبات للتغذية، أيضا موجود في الصفحة رقم 7. كذلك أنواع الوسائط، أو عفوا الأوساط الزراعية الشائعة. يعني إحنا دائما في الزراعة المائية نسأل ويحدث خلل عندنا أو لبس في الزراعة المائية، لذلك تم هذا الإيضاح. وأيضا للزراعة في التربة، الآفات الزراعية. يعني إلى فترة قريبة، وأنا أجد أنه بعض الإخوة والأخوات الكرام عنده حشرات ويرش مبيد فطري، أو عنده نيماتودا ويستخدم مبيد عناكبي. كل هذا لا يصح، وهنا إيضاح لهذا الأمر. أنواع الآفات وأنواع المبيدات المستخدمة. هنا الآفات في الصفحة رقم 9، ورقم 10 مكافحة الآفات الزراعية. وعليكم ال11 التعامل مع المبيدات. المبيدات هذه سامة، ويجب أن تتعامل معها بدقة. يجب أن لا تقابل الهواء بالوجه، وإنما يكون الهواء في ظهرك أثناء عملية الرش، اللبس الواقي. جميع هذه التوصيات مسجلة هنا بإذن الله. بإذن الله إذا اتبعت هذه التوصيات راح تكون في أمان بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا الظروف الملائمة الإصابة النبات، يعني النبات كيف يصاب بالحشرات والفطريات، لا بد أنها تتوفر ظروف معينة أيضا مشروحة هنا. كذلك الحموضة والقلوية، إحنا لازلنا نضيف أسمدة ولا نعلم شيء عن قلوية التربة أو حموضتها أو كذا. هذا أيضا شرحناه لكم هنا موضح. الأجهزة اللي تستخدم لقياس الحموضة والقلوية في الزراعة المائية أو في التربة أيضا مدرجة. أيضا هذا المواد الناشرة واللاصقة، أنا ما تكلمت عنها سابقا وأضفناها جديد. وأنا حقيقة أنه يعني أشتغل على الملفات هذه بدقة، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى على الفوتوشوب. شايفين الصورة هذه اللي هنا، هذه أنا أعملها على الفوتوشوب. طبعا صورتها من فيديو يعني ماضي لي سبق وأنه عملته، ولكن أنا أرغب أن تعلمون مقدار الجهد المبذول في هذا. أيضا محاليل الزراعة المائية، الناس لا زالت تسأل عن المحاليل، كيف أركب المحلول، ما هو المحلول المغذي. هنا وضعنا المحاليل الدارجة عند الناس، أو أيضا طريقة تركيب المحلول، كيف تركب المحلول. وهذا فيه مواد ربما محظورة اللي هي نترات الكالسيوم، نترات البوتاسيوم ونترات الكالسيوم. أضفنا أيضا المحلول البديل اللي ممكن أن تستخدمه ويباع في السوق وموجود بدون أي مشاكل. أيضا العمل مع محاليل الزراعة المائية، كيف تضيف هذه المحاليل للزراعة المائية. الأملاح الخاصة بكل نبات، عندنا مثلا نبات الطماطم عنده أملاح تبدأ من 1000 إلى 2500، إذا كان جهاز القياس اللي نقيس فيه التي دي اس جهاز 500. إذا كان الجهاز 700 راح تكون الأملاح مثلا من 1400 إلى 3500. البي اتش يكون من 5.5 مثلا إلى 6.5، وقد يصل إلى 7.5، ولكن هذه الأفضليات. طبعا هذا كله تفضيل وليس
يعني دقيق جدا ويجب أن تتبعه أو لن ينجح النبات لديك، لا، ولكن هذه أفضليات. أيضا لو عندك نباتين وتبغى تضعهم على خط ري واحد، كيف تعمل بينهم تقارب في الأملاح؟ أيضا شرحناه في ملف رقم 21. ملف رقم 22 شيلات الحديد، الناس تسأل كثيرا ما هو الإديتا وما هو الإيديها، هذا الإيديها وهذا الإديتا، والفروق في ما بينهم. الأحماض الأمينية، ما هي الأحماض الأمينية؟ أنواعها، حرة ومرتبطة، معلومات عنها. دائما الأحماض الأمينية فيها مشكلة، إنه لما يكون نبات مصاب عنده آفة أو عنده نقص عناصر، لا نستطيع أن نستخدم الأحماض الأمينية، ولذلك يجب أن نعزز بالذات عنصر الفسفور في النبات ثم نضيف الأحماض الأمينية. البعض لا يدري، يعني مجرد أن يشتري أحماض أمينية ويرش ثم يتعب النبات. أيضا عندنا هنا تأثير العناصر على بعضها، يعني لما أنا أضيف نيتروجين لا يعني أنه أنا عندما أضيف نيتروجين أنه الوضع تمام 100%، لا، ولكن قد أضيف النيتروجين فينشط المغنيسيوم، يسحب المغنيسيوم جميعه اللي موجود سواء في محلول الزراعة المائية أو في التربة، ويثبط امتصاص النحاس والبوتاسيوم والبورون. تمام، هذا الجدول يعني مفيد لك، بحيث أنه أنت تعرف أنه مثلا لما أضفنا نيتروجين والله عندي طلع نقص قليل في البوتاسيوم أو النحاس، السبب ما هو؟ أنه النيتروجين زائد، وهكذا يعني. تمام، أيضا هنا في النهاية اللي هي جروبات نباتي الزراعية، عددها أكثر من 49 جروب زراعي، طريقة الإضاءة.